أنت في حياتك بتاكل وتشرب وتنوم وتلبس وتسكن، كل هذه تكلفتها من يوم تولد لين تموت عند ربي. إذا كانت تكلف 100,000 خلاص 100,000 لك، أقسم بالله ما تطلع من الدنيا إلا 100,000 هذه مصروفة عليك خلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن رزق لا يتبع العبد كما يتبعه أجله. مو بأجلك بيجيك غصب عليك، والله رزقك بيجيك غصب عليك، بس انتبه، أنت عندك الآن رزقك مكتوب هنا والدائرة المشروعة لك معروفة. انتبه حبيبي الغالي وأخيتي الغالية، نطلع برا الدائرة عشان ناخذ رزق غصب بالحرام. انتبه انتبه، تدفع ثمنها مرتين. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الحرام. يا جماعة لازم نفهم قضية أن رزقنا مو بهنا. رزقك الحين، شفت الآن وظيفتك قبولك، ما وقع هنا، هذه كلها تنفيذ أوامر في الأرض، الأمر فوق، الأمر فوق. أخذت وظيفة، أقسم بالله ما وقعها يد اللي وقعها إلا يوم أمر ربي من فوق السماء جل جلاله أن توقع. وفي السماء لازم تمد السماء فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، والله إنه حق. الله يقسم بنفسه بذاته جل جلاله إن رزقك مو عندهم، فلا تدل نفسك عند أبوابهم، دل نفسك عند بابه جل جلاله. ابذل السبب وما كتب الله لك الذل إلا له، فلا تأبى وتذل نفسك للناس، ما عندهم شيء. عشان كذا حبيبي متى نذل؟ إذا قل إيماننا. متى نهتز؟ إذا قل إيماننا. متى نضيع؟ إذا قل إيماننا. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال: جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لا، هي ما ترزق أحد، ولا اللي عليها يرزقون، اللي يرزق هو الذي خلقها جل جلاله. واضح؟ قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه، مو رزقها ولا رزق اللي عليها، فالرزق عند ربي جل جلاله. عند ربي جل جلاله.